والأمر الآخر هو أنه من الواضح للغاية ولمصلحة الجميع بدءا بإسرائيل أن ننهي هذا الموضوع. وهذا معكوس أيضا في الحديث الذي أجريته أيضا، الأسرى يعتمدون على هذا الأمر وأمن الدولة يعتمد على هذا الأمر، والقدرة لضمان أننا نتفادى انتشار هذا النزاع لأماكن أخرى، لأن غزة هي المفتاح الأساسي لنتأكد من تفادي الأمور أيضا في الشمال مع لبنان ومع حزب الله، كي نتمكن من تقليص التصعيد أيضا في البحر الأحمر مع الحوثيين، وهو المفتاح الأساسي لإمكانية الوصول إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية. هذا مفتاح أساسي لجعل الجميع بدءا بإسرائيل على مسار للسلام والأمن، وبكل تأكيد هو المفتاح لاستعادة الأسرى، وهذا ما تحتاجه إسرائيل، ونحن أيضا نحتاج إلى هذا الموضوع. هناك بعض الأشخاص من الأمريكيين الأسرى في غزة، وأنا كنت واضحا عن مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية بالتأكد من عودة الأشخاص إلى عائلاتهم وإلى موطنهم. مقترح سد الفجوات الذي طرح من الدول الثلاث، الولايات المتحدة الأمريكية أيضا مع دعم كامل من مصر وقطر، وما يحصل الآن بالإضافة إلى أمور أخرى، مصر وقطر أيضا في الالتزامات مع حماس، هناك وضوح بقدر الضرورة عن محتوى هذا المقترح وتفسيره بقدر المستطاع إذا كان هناك أي عدم فهم للمعلومات، كي يتمكن من وجود فهم واضح والموافقة على هذا المقترح بالتالي. فكما قلت، مقترح سد الفجوات مبني على مقترح الذي طرح في مايو وتم الاتفاق عليه بعد أن عرضه الرئيس بايدن، وأيضا حصل على موافقة من قرار مجلس الأمن، وسمعنا من الطرفين تعليقات مختلفة عن الموضوع، وحاولنا عكس هذه التعليقات في مقترح سد الفجوات. وسد الفجوات بمفهومه يتضمن طرفين، هناك نقطتين لهذا الجسر، فنحن نحاول بناء هذا الجسر بين الطرفين لسد الفجوات، وهذه العملية يجب أن تضمن أن حماس تفهم هذا المقترح بالتالي، وأظن أنه مرة أخرى عليهم الاستعداد للموافقة كما وافقت إسرائيل. ومن ثم الأمر الحساس هو أن يكون هناك فهم واضح عن طريقة تطبيق هذا الاتفاق، وهناك بعض الأجزاء المعقدة، وبالتالي لهذا من المهم للجهات المفاوضة والوسطاء أن يعملوا على التفاصيل، وأن يكون هناك أيضا مرونة من الحكومة الإسرائيلية وأيضا من قيادة حماس، كي نتمكن بالفعل أن ننهي هذا الموضوع ونصل إلى الخطوط النهائية. وكما قلت، الولايات المتحدة الأمريكية ومصر وقطر متحدة، ولكن لكل دولة دور أساسي أيضا، ومصر وقطر تتواصلان مع حماس، ونحن نتواصل مع إسرائيل، ونعمل ثلاثتنا معا، وأؤمن أنه بإمكاننا الوصول إلى الهدف المرجو. ولكن كدوما هذه الأمور في بعض الأحيان تتطلب وقتا أطول مما نريد، وما نصر عليه هو الحس الطارئ الآن. كما قلت، مع مرور كل يوم يمكن أن تزداد الأمور سوءا لأشخاص لا يستحقون ما يعانون منه، ونحن متحدون في هذا الموضوع وسوف نستمر ببذل الجهود في هذا المسار. أود أن أقول لكم أيضا، نحن نركز على غزة خلال هذه الزيارة، ولكن في مصر بشكل خاص، وهنا أيضا في قطر، كان هناك محادثات عن السودان، ومن المهم للغاية أن نركز على هذا الموضوع أيضا، لأنه مع كل ما يجري حول العالم، الأزمة الإنسانية الأسوأ حاليا في العالم هي في السودان.
وهناك أشخاص يناضلون، هناك نقص في إمكانيات الحصول على الغذاء والمساعدات الإنسانية ضرورية، وهناك عنف، ونحن ملتزمون بتحسين الظروف هناك أيضا. نحن أجرينا محادثات في سويسرا أيضا وتزال مستمرة، ونحن أيضا كنا نعمل بطريقة وثيقة مع مصر ومع المملكة العربية السعودية ومع الإمارات العربية المتحدة ومع الاتحاد الإفريقي، ليس فقط لمحاولة وقف العدوان وجمع الأطراف لمحاولة التفاوض والتحقق من الاتفاقات التي قد يصلون إليها، ولكن أيضا لإمكانيات إدخال المساعدات الإنسانية لعشرات ملايين الأشخاص الذين يحتاجون إليها. لقد توصلنا إلى اتفاق في الأيام الأخيرة أن هناك نقاط مهمة في السودان يمكن أن تسمح بدخول المساعدات الإنسانية، والتي سوف يتم السماح بفتحها من قبل الطرفين المتنازعين، ونرغب بالمضي قدما في هذا الاتفاق، وهذا ضروري لإدخال المساعدات الإنسانية ضرورية للمحتاجين. ومع العمل على هذا الموضوع أيضا نحاول العمل على اتفاق أوسع لوقف الأعمال العدوانية، وهناك تنسيق مع مصر وكان ضروريا للغاية، وكنت أريد التعليق عن هذا الموضوع أيضا الذي كان نقطة أولوية بالنسبة لنا. شكرا لكم جميعا.